طيب حكينا إذا الاي كينيماتكس، الاي كينيماتك اي كاين بتنحل نيوميريكلي، اي كينيماتك 6S بتنحل اناليتيكلي كلوزد فورم سوليوشن، ولذلك ما بتعملش اتريشنز، وعادة اسرع بتكون بتشوفوها لما تحلها. هذه لازم تشتغل على 6 ديجري اوف فريدم روبوتيك ارم، ولازم يكون فيها سبيريكال بيست، بقدر اطبقها من هون. وبقدر اسال، بقدر اسال السؤال سيريال لينك زوت از سبيريكال. وهذا ايش الفاريبل؟ هذا ايش بنسميه بلغه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، ذس از ان اتريبيوت اوف ذس اوبجكت، وهذا الاتريبيوت من هون بوليان، التايب تبعه بوليان، فالجواب تبعه بيكون 0 او 1 فولس او 2. اوكي، فانا ممكن احط اسمه هون راح يعطيني، راح يقول لي مثلا هذا الفاريبل، راح يقول لي انه هذا بيطلع قيمته 1 او 0، فهذا بقدر اسال السؤال. هلا لما يجينا هون المشكله بهذا، هذا بده يشتغل على 6 degrees of freedom، بده يشتغل على 6 degrees of freedom or more. لما بطلب منه، انا عم بطلب منه يجاوبني او يحقق لي 6 شروط، مزبوط؟ الهوموجينيس ترانسفورميشن شو بتطلب؟ تطلب انك تحقق اكس واي وزد اللي هي الاوريجن تبعت الريست او الاوريجن تبعت الاخر فريم، وهذه 1 0 0 مزبوط، فهاي اللي هي سميناها ترانسليشن اللي هي الاوريجن. وبعدين هون عندي محدد، رغم انه هو 3 في 3، هذا اتس ا كونفينينت فورم اوف ريبريزنتينج روتيشن. 3 في 3 هم 9 ايتمز، بس هم فعليا بيمثلوا كم رقم؟ 3 ارقام. روتيشن حوالين اليونيفرسال، لو فكرنا بهذا الفريم يونيفرسال اكس واي وزد، فهو روتيشن حوالين الاكس، روتيشن حوالين الواي، وروتيشن حوالين الزد. اوكي ماشي. فانا ايش عم بطلب يجاوبني على كم رقم؟ 6 ارقام. بس المشكله لما تكون الديجري اوف فريدم للسير اللينك هاي اقل من 6، شو بصير التناقض؟ هو بده يجاوبني هلا هذا، اذا كان الديجري اوف فريدم تبعته 4، هاي ايش الدايمنشنز تبعتها راح تكون؟ 1 في 4 بهاي الحاله، 1 في 4 راح يقول لي بتحط ثيتا 1 هيك وثيتا 2 هيك وثيتا 3 هيك وثيتا 4 هيك. مستحيل يقدر يحقق لي الست شروط هدول، ال 6 ديجريز اوف فريدم باستعمال 4 ديجريز اوف فريدم. اذا هذا اذا كانت عدد الديجريز اوف فريدم اقل من 6، هذا ما بقدر اعمله، مش هيك؟ في تناقض بكلامي. زي لما كنا نيجي نقول عندي هون 3 degree of freedom manipulator planar manipulator من هون، هذا شو بقدر يحقق لي من هون؟ بقدر يحقق اكس واي، الزد ما بقدر يتحكم فيها، بقدرش يرفعها برا الصفحه مش هيك؟ والاورينتيشن بقدرش يحقق لي، بقدرش يعطيني غير اورينتيشن بالاكس والواي، بقدرش يعمل كمان يغير. اذا هون بقدر يعطيني 3 اجوبه من هون، بقدرش، ما بقدر يعطيني ست اجابات من هون، فبقدر، ولانه هو له 3 degrees of freedom، اذا ايش مضطر اني اعمل؟ بدي اتنازل. اوكي؟ بدي اتنازل، ايش بدي اتنازل؟ بدي اقول له مضبوط انا حطيت لك التي هذه هون، بس دونت كير، في اشياء منها دونت كير، اخذتوا الدونت كير في اللوجيك؟ كنا نحط دونت كير. فانا هدول بقدر الان امثلهم في شيء بنسميه احنا ماسك، اتس رو فيكتور. والرو فيكتور هذا اللي هون بيرجع لل 6 ديجريز اوف فريدم اللي موجوده هون، اللي هي اكس واي وزد اللي هي الاوريجن تبعت اخر فريم، وثيتا اكس ثيتا واي ثيتا زد منهم. فليش هلا بدي اخاطبه اعطيه، بدي اعطيه مسج اضافيه. هلا اي كينماتيك فيها اوبشن اضافي، اذا عندي اقل من 6 degrees of freedom I can pass a mask. الماسك بصير فيه هو دونت كير، بس هم الدونت كير بحطوها زيرو. متذكرين دونت كير؟ يعني انا لو بقول هون مثلا، باجي بقول انا بهمني بشكل رئيسي هذا عندي 3 degrees of freedom، الروبوتيك ارم هاي 3 degrees of freedom، اذا بقدر عن ايش اتنازل؟ بقدر اتنازل عن اي شيء له علاقه بالروتيشن مثلا، او بقدر مثلا اخذ اكس وواي وثيتا اكس فرضا. بقدر اجي اقول انا بدي بهمني واحد وبهمني هاد مثلا وبهمني هاد، واي دونت كير اباوت ذوز. طبعا بالحاله هاي هي محدده اصلا للزد، انا بقدرش احدد شيء فيها. بس يعني هلا اذا هون هلا هدول ما بحطهمش اكس، انا بس حطيت لكم اكس لانكم تتذكروها من اللوجيك مش هيك؟ الدونت كير بحطه زيرو، فكاني حطيت ماسك. ايش يعني ماسك في اللغه؟ يو ماسك سمثينج، فبتفرجي اشياء معينه وبتخفي اشياء معينه، فكانك جبت ماسك حطيته قلت له خلص ماسك هدول اعمل عليهم ماسك، وركز لي على مين؟ على اللي اظهرت لك اياهم. مين اللي اظهرت لك اياهم؟ اللي هم هدول. اوكي؟ هذا وي باس ات از ا بارامتر في نفس اي كينماتكس. فبنيجي بآي لما تكون آي كينماتكس أقل من 6 degrees of freedom من هون، بنحدد له T as usual، بعدين بنحدد له الماسك،
وهون بنحدد له اقرب قيمه يبدا منها. انا بقدر اعطيه انيشال فاليو، هو بده يحل النيوميريكلي اصلا مش هيك؟ وما دام بده يحل النيوميريكلي ايش بقدر اعطيه؟ بقدر اعطيه ستارتنج بوينت، انيشال بوزيشن، انيشال كيو. اظن هذه بتكون كيو انيشال، بلاش نسميها كيو هاي، كيو زيرو مثلا او شيء يبدا منها. هذه راح تكون 1 في 6، 1 في 6 بيمثل ال 6 ديجريز اوف فريدم اللي انا طالبهم. هو ماسك، الماسك هذا بيعمل ماسكينج للاشياء اللي انا متساهل فيها. هلا رح نشوف رح نتساهل باشياء، رح ناخذ رح يحقق لي شغلتين وما يحقق الشغلتين الثانيه. في عندي 2 اكزامبلز، 1 2 ديجريز اوف فريدم، 1 4 ديجريز اوف فريدم.